حرايتنا حمرة فيها نجمة خضراء. يستمر السهر وتتواصل الفرجة بإقليم السزاق، سهرة فنية بنكهة مغاربية، حضور وازن لفنانين مرموقين ومشهورين في الساحة الفنية المغاربية ضمن فعاليات موسم آس السنوي. فيها مكتسفسة فنية تجمع بين الفن الموريتاني الصحراوي وبين الفن المغربي الأصيل من فرق شعبية وفرق روحية. فنانون من بلاد شنقيط موريتانيا شدوا الرحال إلى رباط أيتوسا للمشاركة في احتفالات الموسم السنوي، احتفال زاده تألقا حضور وازن لفنانين مغاربة مرموقين. أول مشاركة ويني بالنسبة للبلاصة المكان فين أنا كنت واجد دابا، يعني الفن إلا أعطاني شي حاجة هو باقي كيزيدني، كنتعرف على بلادي بالجنوب ديالها والصحراء ديالها، يحصل لي شرف نكون هنايا. وأول مرة نشاركوا في هذا المهرجان، ولكن هو أحسن عندنا مهرجان لأنه تبادل ثقافة عربية بين الفنانين الموريتانيين والفنانين المغاربة، وتبادل ثقافة، وإن شاء الله نعود حال سعيد نولهم ويعود بالسعادة وتمان وكت وأفراح دائما لنا وعليهم إن شاء الله. هكذا إذن استطاع المهرجان بلوغ أرقى مستوياته، فقرة فنية من المستوى العالي، حضور جماهيري كبير. آسا قررت بمعية جمهورها خلق التميز وصناعة التألق مع المحافظة على خصوصيات المنطقة وتراثها المحلي. ونعود